للوقوف عند الصراع السياسي في العراق ومحاولات عزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل. أستاذ بهاء، مرحبا بكم. يعني في أي خانة، في أي سياق يقرأ التحالف بين الإطار التنسيقي وعدد من سنة العملية السياسية للعمل على إزاحة محمد الحلبوسي من منصبه؟ كيف يمكن قراءة هذا التحالف؟ في البداية تحياتي لحضرتك وللمشاهدين قناة رافدين. حياك الله أستاذ بهاء. رغبة الإطار التنسيقي قديمة في إزاحة الحلبوسي من قبل حتى ما تم التحالف ما بيننا وبين التيار الصدري والديمقراطي الكردستاني في الانتخابات النيابية اللي مضت. هنالك رؤية لدى الإطار التنسيقي بأنه الحلبوسي بدأ بالسيطرة كاملة على محافظة الأنبار، وهذا ما لا يعجب الفصائل اللي موجودة حاليا في مدينة الأنبار واللي أصبح لها نفوذ كبير داخل مدينة الأنبار. اللي المشكلة اللي الآن هي من يستطيع السيطرة على الأنبار، هذا اللي دفع الإطار التنسيقي اللي أنه يحاول قدر الإمكان إقالة الحلبوسي. حاول في البداية لكن الآن الوضع اختلف، لأنه أثناء تشكيل الحكومة عندما قدم الحلبوسي استقال كان الأغلبية داخل البرلمان من الإطار التنسيقي، يعني الكتلة الأكبر داخل البرلمان هي من الإطار التنسيقي، وبالتالي كان مجبر على رفض استقالة الحلبوسي في تلك الفترة. لذلك ارتأى أن يحرك بالقوة السلمية من أجل أن هي التي تقيل الحلبوسي بدل أن يقيله الإطار التنسيقي. بهذه الطريقة يصبح القرار كأنه هو قرار أنباري بالدرجة الأولى وقرار سني بالدرجة الثانية، والإطار يكون بعيد عنه. لكن الطريقة الآن اللي يستعملها الإطار التنسيقي من خلال إعادة الكثير من يعني طاردهم قضائيا في السابق، إعادتهم إلى المشهد السياسي ومحاولة تشكيل جبهة مضادة للحلبوسي ما قبل انتخابات مجالس المحافظات، يوضح للجميع بنية الإطار التنسيقي السيطرة حتى على محافظة الأنبار ومجلس المحافظة فيها، غير أنه يحاول أن يسيطر على جميع المحافظات السنية بالتحديد من خلال هذه القوة المتعاونة معه. أستاذ بهاء، ما الذي يجعل هذه القوى وعددا يعني قوى الإطار التنسيقي وعددا من سنة العملية السياسية يشعرون، هل يشعرون بالخوف أو يشعرون بالمزاحمة من جانب محمد الحلبوسي أستاذ بهاء؟ القوى يعني سواء السنية أو حتى الإطارية ما زالت لحد الآن متخوفة من عودة التيار الصدري، وخصوصا من باب انتخابات مجالس المحافظات، لأنه هذه العودة ممكن أن تؤدي إلى تحالف كالسابق ما بين الحلبوسي ويعني التيار الصدري، وأيضا ممكن أن يسلبهم الكثير من مقاعد مجالس المحافظات سواء في المحافظات الجنوبية أو حتى في المحافظات الغربية، لأنه هذا الأمر معناه أنه راح يخسرون الكثير. لذلك هم يحاولون قدر الإمكان أولا تحجيم التيار الصدري من خلال استفزازه ومحاولة جره إلى الخطأ، وشفنا قبل أيام الحديث اللي صار مع يعني تحشيد العسكر اللي صار أمام المطعم التركي في بغداد من حاول الاستفزاز التيار الصدري، وأيضا هم يحاولون من جهة حشر القوة السنية في خانة واحدة لمواجهة الحلبوسي. هنالك تخوف من اجتماع هاي القوة الاثنين، يعني القوة التيار الصدري والسنة اللي يقودهم الحلبوسي، يجتمعون في تحالف واحد ممكن أن يؤدي إلى خسارة كبيرة بانتخابات مجالس المحافظات على غرار ما حصل بالانتخابات النيابية. طيب أستاذ بهاء، الحلبوسي هل يمتلك عامل قوة نوعا ما يعني كي يبقى في منصبه؟ يعني بالنسبة للسنوات اللي مضت هو يمتلك الآن قاعدة حزبية، ما راح أسميها قاعدة جماهيرية لأنه الانتخابات أثبتت بأنه الأحزاب اللي موجودة الآن لا تمثل الشعب بالضرورة يعني، لكن القاعدة الحزبية يعني الأتباع اللي يتبعوه هو أصبح عنده قاعدة كبيرة. هذه من ناحية، من ناحية أخرى هنالك دعم دولي مقدم للحلبوسي، بعض الدول تدعم بقائه كممثل للسنة داخل العراق حتى وإن كان هذا ضد رغبة السنة أنفسهم، لكن هم يرون به أنه ممثل عن السنة، وهذه مصدر قوة الحلبوسي بالإضافة إلى المال السياسي اللي موجود. أما غيرها فهو لا يمتلك غير أنه يا أما أن يكون مطيع للإطار التنسيقي أو أنه يواجه القوة السنية أولا والإطار الثاني. طيب أستاذ بهاء، هذه التحركات بإزاحة الحلبوسي من منصبه، هناك من يقول إن الهدف منها هو قطع الطريق على عودة أكثر فاعلية لمقتدى الصدر
وتياره الحليف السابق للحلبوسي قطع الطريق على هذه العودة، هل تتفق مع هذا الطرح نوعا ما؟ يعني ممكن، يعني ممكن نشوف اللي قدم مقتدى صدر للقوى السلميه من وعود قابله للتحقيق غير اللي قدم الاطار التنسيقي للسنه من وعود غير قابله للتحقيق. يعني هو مثلا وعدهم باعاده النازحين، مع العلم انه الامر مال اعاده النازحين ليس بيد الاطار التنسيقي وانما بيد ايران. وعدهم باصدار عفو عن السجناء، ووعدهم باصدار يعني او معرفه مكان المغيبين، كل هذه والاطار التنسيقي لا يمتلك الايفاء بهذه الوعود، عكس ما فعل مقتدى الصدر انه انطاهم وعود باخراج الميليشيات من مناطقهم، هذه اولا، وايضا انطاهم وعود بان يكون لهم كلمه مسموعه داخل البرلمان ومشاركه فعليه بالقرار السياسي، ليس مجرد لاعب وجود في ساحه سياسيه من دون ان يكون له اي دور. هذه الوعود لو فرضنا انه تيار الصدر يعاد للانتخابات بمجالس المحافظات، ممكن ان ينطيها لاي ممثل للسنه غير الحلبوسي، وممكن ان يتحالف معه. يعني ليس حبا بالحلبوسي نفسه، لكنه الحلبوسي راى في وعود مقتدى صدر قابل للتحقيق، ومقتدى صدر راى في الحلبوسي الشخص اللي قادر على ان يمثل السنه في الوقت الحاضر، وهذا اللي ادى الى التحالف فيما بينهم. اما انه شرط انه يكون الحلبوسي يعني راح يتحالف مع مقتدى الصدر، لا، لانه قلت لك تيار صدري ممكن ان يتحالف مع اي من الممثلين السياسيين للسنه غير الحلبوسي من خلال اعطائهم المساحه الكافيه للتحرك سياسيا كما وعد الحلبوسي سابقا بهذا الامر. استاذ بهاء، هذا الحراك بين الاطار التنسيقي وعدد من سنه العمليه السياسيه في موضوع طبعا إزالة الحلبوسي من منصبه، هناك من يربطها بانتخابات مجالس المحافظات، أنتم أشرتم إلى ذلك، ولكن لابد من الوقوف عند هذه النقطة للشرح بتفصيل أكثر أستاذ بهاء. شوف أستاذ العزيز، موضوع انتخابات مجالس المحافظات احنا كنا نعرف بأنه يعني الكعكة الحقيقية للفاسدين هي انتخابات مجالس المحافظات. نعم. يعني تمثل أهمية كبيرة جدا بالنسبة لهم، لأنه أغلب العقود اللي تبرمها مجالس المحافظات هي عقود ملياريه، يعني مو عقود مليون ومليونين، ولا عقود كبيرة مختصة بالإعمار ومختصة بتنمية المحافظة وغيرها، وكل هذه العقود يسيل لها لعب السياسي. لذلك انتخابات مجالس المحافظات تمثل أهمية قد تكون حتى أكبر من أهمية البرلمان، لأنه المال السياسي موجود من خلالها، يحصلون على المال من خلال هذه المناصب اللي يتبوؤوها بمجالس المحافظات. الصراع الحقيقي الان اللي دار، قلت لك هو اساسا كان موجود يعني ما بعد يعني انسحاب كتله التيار الصدري، كان الاطار التنسيقي يريد اقاله الحلبوسي من ذاك الوقت، لكنه اقاله الحلبوسي في ذلك الوقت كانت ممكن ان تتسبب بتاخير تشكيل حكومه السودان، لانه كان يحتاج الاطار التنسيقي الى الثلثين من اجل اقرار منصب رئيس الجمهوريه، ومن خلاله يتم تكليف محمد الشيع السوداني برئاسه الحكومه وتمرير الحكومه. لكن الاستقاله اللي قدمها الحلبوسي في ذلك الوقت كانت محرجه للاطار التنسيقي، فاضطر انه يرفض الاستقاله هذه حتى يكمل تمرير حكومه السوداني. الان بعد ان شكلت حكومه السوداني وحصلت على الدعم الامريكي الكامل والدعم الدولي خلينا نسميه من خلال الايام اللي ماضيه، وشفنا كل الدول تدعم السوداني بناء على رغبه امريكيه بهذا الامر. الان اصبح من الضروري قالت الحلبوسي، لانه قلت لك هو يمثل خطر على الاطار التنسيقي بالوقت الحاضر، لانه بدا يصير عنده نفوذ داخل مدينه الانبار بالتحديد. طيب. ومحافظه الانبار اساسا هي الميليشيات تحاول قدر الامكان السيطره عليها، لان ايضا تمثل لهذه الميليشيات اهميه اقتصاديه من خلال منافذ التهريب ومنافذ وتوزيع المخدرات. هذا اللي إذا ما بنيت إزاحة الحلبوسي على أساس صحيح، هل تعتقد أن الإزاحات إن صح المصطلح وإن صح التعبير ستطال مسؤولين حاليين، خاصة هناك من يطالب بإزاحة السوداني من منصبه لأنه قد أخلف بإجراء انتخابات مبكرة، هل تعتقد ذلك أن الإزاحة ستطال مسؤولين؟ قد تطال مسؤولين لكن لن تصل إلى مستوى السودان، يعني قد تطال مسؤولين من الخط الثاني، ممكن يكونوا رؤساء أحزاب، ممكن ان يكونون رؤساء كتل داخل البرلمان، لكن ان يصل الامر الى الحلبوسي هذا الامر صعب حاليا، لانه قلت لك العفو السوداني، لانه السوداني حصل دعم دولي ومدعوم من قبل السفيره الامريكيه، صح انه الان هنالك عدم رضا من السفيره الامريكيه على حول موضوع تهريب الدولار، وهنالك رسائل شديده الاجل،
وجهت لحكومة الحلبوسي بسبب انتهاج سياسة بالبنك المركزي تعادي أو تتحدى الإدارة الأمريكية في العقوبات اللي فرضتها على المصارف. لكن حتى الآن أولا لا يوجد بديل، لأنه الإدارة الأمريكية هي من تختار البديل، ولا يوجد بديل حتى الآن بالنسبة للسوداني حتى ما قبل تشكيل الحكومة. إذا نتذكر رفض أو إصرار المالكي على السوداني ما كان عندهم أساسا مرشح غير السوداني. أما بالنسبة للكتل الأخرى وخصوصا السنية، فمجرد أن تنتهي هذه الزوبعة ويتم إقالة الحلبوسي، حتى الكتل السنية اللي ساعدت في إقالة الحلبوسي سيتم إقصائها شيئا فشيئا بأشخاص أو شخص آخرين من أجل أن يكون هنالك إطاعة كاملة من قبلهم للإطار التنسيقي، وهذا يبحث عنه الإطار التنسيقي. أستاذ بهاء، إذا فتحنا مستقبل العلاقة، هل تعتقد أن الصراع سيكون أكثر حدة وتطرفا بين الحلبوسي والإطار التنسيقي، خاصة بعد انتخابات مجالس المحافظات؟ بمعنى أصح أو بمعنى آخر، كيف تتوقعون شكل العلاقة بين الحلبوسي والإطار التنسيقي؟ يعني هي شوف العلاقة، يعني باعتبارها رئيس برلمان إلى مسؤوليات محددة وصلاحيات محددة داخل البرلمان. موضوع أنه يعني يعطل تشكيل قوانين من خلال الكتلة مالته، هذا أمر مستبعد، لأن هو يعني أنطى كامل الضمانات للإطار التنسيقي أنه ما يوقف العملية السياسية أو ما يوقف القرارات اللي يريدها الإطار التنسيقي بناء على الاتفاق اللي صار بيناتهم. نعم. إخلال الإطار التنسيقي بوعوده حتى اللحظة، يعني حتى اللحظة لم يفي الإطار التنسيقي بأي من الوعود اللي قطعها للحلبوسي أو للسنة بصورة عامة. نعم. هذا ممكن أن يخلق مشاكل، لكن أين يمكن أن تصل المواجهة؟ المواجهة لا يمكن أن تتعدى موضوع التصريحات السياسية لا أكثر ولا أقل، لأنه قلت لك هو يعني صح يعني الحلبوسي هو رئيس برلمان، لكن صلاحياته كرئيس برلمان معروفة، وحتى إمكانياته كرئيس كتلة هي معروفة، لذلك هم يعتبرون حاليا لهم جزء جدا بسيط بعد اللي صار تحالف المستقلين على الإطار التنسيقي والتحالف الوطني والاتحاد الكردستاني كلهم والديمقراطي كلهم صاروا مع الإطار التنسيقي. إذن الآن حتى وإن خرج عن المسار فسيصبح أقلية لا قيمة لها داخل البرلمان من حيث التصويت على القرارات السياسية. عبر سكاي من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل، شكرا جزيلا لكم.